من المنامة يلتحق بنا الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية إبراهيم النهام. سيد إبراهيم، يعني من يمكن أن يقوم بهكذا عمل إذا ما نظرنا للتوقيت وللمكان؟ مساء الخير أخي العزيز. أهلا بك. المملكة العربية السعودية ستظل على الدوام النقطة الأولى التي يتم استهدافها من قوى الاستكبار العالمي ومن قوى الإقليم. نعم. نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية هي الأرضية الأساسية التي تقوم عليها الأمتين العربية الإسلامية، هي الركيزة، هي الحاضنة، هي العمق. واستهداف المملكة هو مشروع الاستعمار الجديد، وهو مشروع مستمر ومشروع لن يتوقف. والدور المناط ليس فقط على الدولة السعودية وعلى مؤسساتها، الدور المناط كذلك على الطبقات النخبوية والمثقفين والكتاب والسياسيين والشباب في السوشيال ميديا. يجب أن يكون هناك تكامل في الحس الوطني، تكامل في الإدراك. نحن يا أخي العزيز لا يستطيع أي محلل أو أي مراقب سياسي أن يفسر هذا النوع من العمليات، حتى أنت إذا تبنتها جهات إرهابية بعينها. هذا الأمور الدول أجهزة الاستخبارات العامة هي التي من خلال تقاريرها ومن خلال استطلاعاتها تستطيع أن تتعرف بشكل دقيق من يقف خلفها. ولكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن استهداف ممنهج ضد المملكة العربية السعودية، وهو استهداف تزايد في الفترة الأخيرة بعد وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم سلمان الحزم. القرارات التي اتخذها جلالته منذ وصوله لسدة الحكم قرارات قطعت بؤر الإرهاب وقطعت شريان الأطماع، وفي التأكيد القوى العالمية والقوى الإقليمية تتطلع للإنجازات المتسارعة القوية التي تتخذها المملكة العربية السعودية على الصعيد الأمني. نعم. وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدبلوماسي وعلى الصعيد الاقتصادي بعين الحسد وبعين عدم الرضا. نعم، تحدثت عن دور النخب الفكرية في البلد، يعني كيف يمكن تحصين الشباب وهم للأسف الأكثر انخراطا وانجرافا خلف هذه الأفكار الإرهابية؟ كيف يمكن معالجة هذا الفكر، تحصين الشباب، وأيضا مضادة هذه الأعمال الإرهابية فكريا، لا أتحدث على المستوى العمليات على الأرض؟ أخي العزيز أكون صريح معك، المملكة العربية السعودية دولة لها طابعها الخاص. المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين، ودولة لها عاداتها، ودولة لها هيبتها، ودولة لها تقاليدها وقيمها التي من الصعب الخروج عنها. احتضان الشباب السعودي، نحن لا ندعو إلى ثورة في احتضان الشباب السعودي في برامج جديدة. نحن نطالب أن يكون هناك نوع من أولا دور المهم للإعلام الخاص والحكومي من الجهة أخرى، دور تنويري، دور تنويري بشكل يتناسب مع المتغيرات على الساحه العربيه والسعوديه اليوم. اليوم المملكه العربيه السعوديه العزيز تختلف عن امس، العام الماضي تختلف عن العام اللي قبله. اليوم هناك ثوره اتصالات، ثوره سوشيال ميديا، ثوره عالميه عولمه تكتسح الصغير والكبير. يعني من جانب اخر نحن نشجع على قيام الجهات المختصه في المملكه كوزاره الثقافه والاعلام بأمسيات ثقافية، أمسيات تنويرية، أمسيات تخرج عن الطابع الجامد. اليوم أخي العزيز الشباب، نحن لا نريد أن للشباب سواء في السعودية أو غير السعودية أن يتعامل مع المرافق على أساس ردة الفعل. نحن لا اليوم أجهزة الاستخبارات كيف تخترق المجتمعات أخي العزيز؟ تخترقها عبر آلاف الحسابات المزورة والتي تحمل طابع البلد بالظاهر ولكنها في الباطن تدس السمن بالعسل. الاخوان المسلمين كذلك لهم دور قاتل في هذا الجانب. اليوم البحرين وزاره الداخليه البحرينيه اصدرت بيان قوي يتحدث عن هذا الموضوع، يتحدث عن موضوع ان على الشعب البحريني ان يكون على وعي وانتباه وادراك من بعض الحسابات التي تحمل طابعها انها حسابات وطنيه
السوشيال ميديا، ولكنها في واقع الامر حسابات تدار من جهات مشبوهه لم تحدد هي من هذه الجهات، لكن نستطيع ان نقول اجهزه مخابرات اجنبيه، نستطيع ان نقول استخبارات ايرانيه، نستطيع ان نقول جهات ارهابيه وغيرها. ف والشباب السعودي كذلك مطالب ان يدرك، الشباب السعودي يقدر طبعا ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين والحكومه السعوديه الحاليه من انجازات كبيره للاجيال الحاليه والقادمه، ولكن في مقابل ذلك يجب ان يدرك كذلك حجم المسؤوليات الموقعة على عاتقه. اليوم اخي العزيز السعوديه هي يعني هي نقطه التوجه الاولى من العالم كله، اليوم العالم كله يتابع السعوديه بالحسد. دول الاقليم وحتى دول يعني جاره ودول غير جاره يعني تتطلع للمملكه العربيه السعوديه بعين الحسد وبعين الكراهيه، لذلك يا اخي العزيز هي مسؤوليه متبادله من الحكومه والجهات المنبثقه منها من جهه ومن الشباب كذلك من جهه اخرى. نعم، يعني السعودية هي من أوائل أو لم تكن هي من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب واستطاعت أن تحد من أخطاره، لكن عودة إلى توقيت هذه العملية وإلى هذا المكان الذي يكتظ بالمسلمين من كافة أنحاء الأرض، يعني هل هدفت هذه العملية والمخططون لها إلى إحراج السعودية عالمياً وأنها لا تستطيع أن توفر أو تضمن سلامة المعتمرين والزوار؟ خير عزيز هذا أمر لا شك فيه. اليوم إيران هي اليوم فعليا هي تعتبر على رأس الهرم العالمي للشيعة. إيران لا تريد ذلك، إيران تريد أن تكون على رأس العالم الإسلامي. من هو اليوم على رأس العالم الإسلامي؟ المملكة العربية السعودية. إيران لا تتطلع لأن تكون مقصد الشيعة فقط، تريد أن تكون على رأس الهرم العالمي الإسلامي الذي تتبوأ المملكة العربية السعودية بحكم تاريخها وبحكم إرثها وبحكم عقيدتها الصالحة والحقة وبحكم احتضانها للحرمين الشريفين وللمكة المكرمة وعفوا للمدينة المنورة. فأي استهداف للمملكة العربية السعودية ولمقدساتها الدينية يخدم المشروع الإيراني مباشرة، هذا أمر أخي العزيز لا جدال فيه. اليوم هناك تطورات سياسية خطيرة في المنطقة، أي استهداف المملكة العربية السعودية قد يشكل نوع من تشتيت الأنظار، نوع من فر البوصلة. اليوم قطر أمام يعني مصطرع طريق، اليوم دول الخليج دول المقاطعة على رغم السعودية وضعت أوراقها مكشوفة على الطاولة، هذه طلباتنا، انت امام خيارين ان تنضمي للبيت الخليجي والعربي او تخرجي منه، او كما قال قرغاش وزير الدوله الاماراتي او الطلاق. فالرؤيه واضحه، التفجيرات التي تستهدف الاراضي المقدسه السعوديه لا يقبل بها مسلم يا اخي العزيز ولا يرتضيها احد. اليوم نحن واعون ما الذي يجري حولنا بعد ما مررنا بما يسمى بربيع العرب، أصبحت هناك ثورة ثقافية وتنويرية لشباب العالم العربي كله، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك قوى عالمية وقوى إقليمية تتماهى مع المتغيرات، عندها قدرة سريعة على تغيير جلدها، عندها قدرة سريعة على إخراج أجندات جديدة تتماشى مع المتغيرات المتسارعة، فهو تحدي من الطرفين أخي العزيز. نعم، شكرا لك الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية إبراهيم النهام، حدثتنا من المنامة.